المشاهدين. محمد غدوة 22 ديسمبر وهو الانطلاق العمل بإجبارية الاستظهار بجواز التلقيح الصحي. برشا قطاعات أبدت استعداد وخرجت بيانات أنها ماشية في الاتجاه هذا باش تطلب يعني على كل المواطنين اللي باش يدخلوا للقطاعات هذه للإدارات أنه باش يطالب إجبارية الاستظهار بهذا الجواز. لكن قطاعات أخرى محمد عبرت أنها باش ترفض القرار هذا وأنه استحالة تطبيق يعني على برشا مواطنين. ما بين القطاعات وهي قطاع المقاهي والمطاعم، احنا في احد المقاهي محمد بشارع الحبيب بورقيبه مش باش يطبق قدوة مبدئيا القرار هذايا لاستحاله، باش نعرفوا علاش الاسباب. توا معنا في على الهدايا نائب رئيس غرفه الوطنيه لاصحاب المطاعم والمقاهي وايضا رئيس غرفه الوطنيه بتونس العاصمه سي صدري. مرحبا بك صدري عزوز بن عزوز، مرحبا بك اذاعه دون فهم. اهلا وسهلا، صباح النور. غدوة ينطلق التطبيق بالاستظهار بجواز التلقيح الاجباري، انتم كقطاع المقاهي غير معنيين تعتبروا الوحكم بالقرار هذايا؟ احنا معنيين بالاخص اللي معناتها تكلموا برشا في الاعلام عن الموضوع بالاخص على قطاع المقاهي والمطاعم. واحنا نجم نقولوا حاجه واحده، احنا ماناش طبعا مع التلقيح، لازم الناس كل تلقح باش ما نرجعوش في المعبوقه هي بيد نتاع عامنا او اول السنه في القرارات هذوما نتاع تسكير المحلات ورفع كراسي وغيره وغيره، خاطر تعبنا برشا في الفتره هذه. وكما تعرفوا مع القطاع هذاك برشا مع تسكروا البيبان نتاعهم، برشا فلسوا، برشا محلات مع تسكروا، ولذا اليوم احنا مع التلقيح. لكن مشكله الجواز التلقيح هذاك باش يكون اشكال كبير مع الحرفاء. اولا ما فماش علاش باش احنا نقوموا بالرقابه على الموضوع، احنا نجموا نقوموا كغرفه ولا كاصحاب المحلات بتحسيس على الموضوع، نجموا نعلقوا معناتها في البيبان معناتها حاجات يخصوا معناتها التلقيح هذاك باش الناس الكل تتلقح. لكن باش نقوموا بعد بالمراقبه ماهوش معقول، فهمت؟ ما نجموش نحطوا واحد في الباب هنا باش يدخل واحد ونقولوا اعطينا جواز التلقيح، ينجم يورينا ربما جواز التلقيح، لكن بون اذا واحد ما عندوش جواز التلقيح شنو نعملوا له؟ نعيطوا له المركز؟ مش معقول. ما نجموش معناتها نخدموا مع العوان الامن على الموضوع هذاك، اظن عندهم حاجات اخرى ينجموا يتلاقوا بهم وما عندهمش وقت على الموضوع. دوركم تعتبروا مش رقابي؟ دورة طبعا ماهوش رقابي، يكون تحسيسي اولا، وما عندناش حتى قانونيين باش نسالوا معناتها باش نطلبوا معناتها بطاقه تعريف الحرفاء اللي يجوا يقعدوا لهنا يقولوا معناتها بطاقه تعريف باش نثبتوا معناتها الساعه اذا كان الجواز التلقيح هذاك مدلس ولا لا، اذا كان معناتها الاسم نتاعو هذاك هو على بطاقه تعريف، هذا كل معناتها مش دورنا حتى طرف. لازم نلقاو حل اخر في الموضوع هذاك، اذا كان الرقابه معناتها من الدوله تكون موجوده ما فيها باس. وفما اشكال اخر معناتها كبير ياسر اللي نشوفوا معناتها اللي توا شكون باش يتخالف في الموضوع هذاك، اذا كان الرقابه تجي مع عند الدوله ولا يجي جماعه وزاره الصحه ولا غيره يلقاو حد ما عندوش جواز تلقيح في وسط المحل، شكون باش يتخطى؟ يتخالف الحريف او صاحب المقهى؟ مبدئيا باش يتخالف صاحب المقهى اللي هو مش مقبول. احنا ما عندناش كان يتحمل مسؤوليه مات الحريف، ما يتحملش مسؤوليه صاحب المحل. صاحب المحل كما قلت نجم يكون بعد بدور تحسيسي فقط. انتم ما تنجموش تراقبوا، بمعنى انه حرفائك ما تنجموش تطالبوهم اليوم معناتها بالجواز هذايا بانه ما عندكش الاليات الكافيه بالمراقبه، ما عندكش عدد كبير من الخدامه اللي نجم يراقب، شنو مبدا الرفض؟ طبعا احنا ساعه كما تعرفوا الوضعيه نتاع المقاهي الوقت الحاضر صعيبه ياسر، دونك طبعا نقصنا من عمله كما تعرف، معناتها فما اكثر من 120 الف عمله في القطاع هذاك، مع اللي سكروا ومع اللي نقصوا المخدمه توا ممكن فما اكثر من 30 الف عمله بطاله توا، وما نجموش نزيدوا توا عمله اخرى بالاخص اللي كما تشوف ما فماش زحمه في المقاهي، ما عادش الزحمه في المقاهي. احنا نطبقوا في البروتوكول الصحي لليوم مع التباعد، الجل ما تكون مفروض موجود معناتها في المحل، تعقيم المحل وغيره، وليبافيت معناتها للسيرفور والعمله نتاعنا، نجموا معناتها بالنسبه للعمله نتاعنا طبعا نجموا نفرضوا عليهم باش يكونوا عندهم الحظر الاساسي التلقيح. لكن الحرفاء ما نجموش نحكموا عليهم وما ندخلوا في موضوع اخر، ومعناتها حريه الانسان معناتها ما نجموش نفرضوا عليهم الحكايه هذه. هذه الاشكال الكبير بالنسبه لنا. حكيت الصعوبات مرت الفتره هذه كلها، ترى انه المشكله هذه باش تزيد تصعب وضعيه المقاهي واصحاب المقاهي؟ إذا كان معناتها كما قلت لك معناتها طبعا إذا كان باش يجيك حريف
معاه معات كيما نقولوا عائله وواحد منهم موش ملقح، اش نعملوا؟ بالخاص كيما تعرف الحرفاء نتاعنا معناتها سي كليونتيل ابيتويل، معناتها يجيو معناتها كل نهارين كل ثلاثه، يجي بعائلته مستانس بالبقعه الفلانيه وفلان فلان، كي يرجع مع عائلته ويلقى واحد مش ملقح اش نعملوا؟ نخرجوهم الكل ولا نعيطوا من المركز؟ يعني هذا مش مقبول بالنسبه لنا احنا، بالخاص في الظروف كيما قلت اللي نعيشوا فيها توا، ازمه اقتصاديه كبيره ياسر، عندنا مشاكل اخرى باش نحاربوا عليهم، فهمت؟ عندنا ضغط من المستاج، ضغط من السونات، ضغط من الصندوق الثمن الاجتماعي، عندنا ضغط من الاداءات، ضغط من ملك المحل خاطر برشا كارين، هذا الكل معناتها هذاك المشكل نتاعنا. باش نحاولوا باش نمنعوا تاع المؤسسات الصغرى هذوما معناتها كيما المقاهي والمطاعم، يظل لي معناتها لازم نشوفوا حلول اخرى، هذاك مش حل بالنسبه لنا احنا، بالعكس يزيد يصعب الامور ويزيد يعقد الامور. باش تحكيوا مع المسؤولين مع القطاعات المسؤوله على الموضوع هذا انه يستحيل تطبيق معناتها انك بتطلبوا جواز التلقيح هذايا؟ مع الاسف كيما العاده، مع الاسف القطاع في الاتحاد الصناعي التجاره معناتها ما شاورنا حتى قبل ما يخرجوا معناتها اي قرار من النوع ذاك، كيما كان قبل معناتها في وقت الكوفيد ما شاورنا حتى، والمفروض معناتها يسمعوا شويه معناتها اصحاب معناتها المؤسسات هذوما معناتها كيما رؤساء الغرف في كل ولايات باش يفهموا معناتها شنو الوضعيه اللي عايشين فيها، ودرا القرار هذاك ينجم يطبق ولا لا. وكيفاش باش يطبق؟ هذا كل ما حكينا ما حكينا معنا حد. خرجوا لنا قانون قرار، فهمت؟ التطبيق نتاعو يعني قلت لكم تو راهو صعيب ياسر، ومش معقول باش يكون معناتها صاحب المحل هو اللي يكون بالرقابه. شكرا لك سي صدري بن عزوز، نائب رئيس الغرفه الوطنيه لاصحاب المقاهي ورئيس الغرفه الجهويه بولايه تونس لاصحاب المقاهي، على كل هذه المعطيات كنا نتحدث عن جواز التلقيح الاجباري الذي ينطلق العمل به بدايه من الغد 22 ديسمبر في عديد القطاعات.